طبعا البركه في المنجد ده. اخس عليك كده. طيب تعالي يا زبيده. افندم نبايه هنا. شيلي من قدام من هنا. لا 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 لا، روح انت. تعالي يا زبيده، روحي يا زبيده، انا موافقه. عرسان بقى ليهم بس 3 شهور عسل. يخرب عقلك يا زبيده، سمعت قالت ايه؟ المهم انت مبسوطه، المكان عاجبك؟ يعني بس ساعات بزهق يا الدوحة. اسفه قصدي عمده. ما فيش غير ام الخير مرات اخوك هي اللي ساعات بتيجي تونسني شويه. ونسيت اقول لك على الناموس، مش هتصدق فظيع. تخيل بيدخل جوه الناموسيه، مش بتحوشه، بيدخل جواها ويقرصها. حتى بص جلدي بقى منقرش. على الله ما يكونش عبد الخالق، علشان خدت منه الدار دي افتكر نفسه شريكي. بالاذن يا سيد العم، الغفير شرف دي وما هو الضيف. دخلوا المضيفه من الباب البراني وجيبوا حاجه اغسل بها ايديا. وانت قدامك يا سيدي، بطل كهل النسوان ده وقول لي، رحت وغطست وقلت عدوا لي الشهور دي كلها ليه؟ كنت فين؟ كنت بنفذ اوامر جنابك. صار عليك مش هتيجي بالدغري ابدا، الا لو شرف بيتك ليله في بيت العده والكرباج وصى عليك. شرف اتقوا بمعرفتك. أنا في عرضك، احب على مداسك. أنا هحكي لك على كل دقيقة في الشهور دي كلها. شرف جه في ايه الولد ده؟ الغريبة يا سيدني مفيش حد لمحه ومعرفناش هو جه ازاي، وطبعا مش ممكن يكون جاي في الشتاء ومفيش عليه ريحة البلد. فجأة لقيته قدامي زي ابو المطيط. أصلاني من أهل الخطوة. أنت هتتكلم ولا لا؟ طبعا يا سيدني طبعا، وانا عندي غير كلام. وكلام ايه؟ زي غنى الامري والله العظيم. شرف سيبنا لوحدنا دلوقتي لحد ما ندهلك. امر جنابك. سمعني. هو مش جنابك كنت مكلفني بمأمورية؟ مأمورية تاخد جمعة ولا جمعتين بكتيره. ماني كنت فاكر كده زي جنابك. لفت في المحروسة ما خدتش جمعة، ولقيت أول خيط مسكت فيه مشيت وراه ولففني بر مصر كلها، من المحروسة لما الخط الصعيد كله لما الأسوان